كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فيما سبق الإبلاغ محصور، يبلغ الإنسان إلى بلده ومن يفد إليها من الناس. الآن يمكنه أن يبلغ إيش؟ أن يبلغ العالم كله، أن يبلغ العالم كله. وحينئذ نسأل، لو أن شخصا أمكنه أن يجعل له صفحة في الأنترنت أيجوز أن يفعل؟ حمد، يجوز؟ أنترنت فيها أغاني، فيها بلاوة، شو له حمد؟ لا دخل له في ذلك، لا دخل له في ذلك. إيه طيب، إذا صار قبله أغنية وبعده أغنية لا يضره عمل عام، لا يضره عمل عام. عجيب، لو أن اللي قبله أغنية هو يفتتح بالأغاني ويختتم بالأغاني، ليس له ذلك، ليس له ذلك. إذا لا يبلغ، لا يبلغ، ها يبلغ حتى لو قبله أغنية وبعده أغنية. ما تقوله في قوله صحيح، لأن الأغنية قبل أو بعد ليست من فعله، هذا من فعل من يتصرف في هذه المحطة. لكن لا يجوز أن نترك الدعوة للحق لأن في هذه الإذاعة مثلا أو المحطة يعني فيها سيئة، هذا غير صحيح ونظرية قاصرة. زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق، ولا يضرك إذا دخلوا فيها أشياء منكرة. بعض الناس مثلا يقول لنا أو لغيره، لا تدخلون الإنترنت، لا تدخلون فيها، كيف تدخلون فيها وفي الأغاني وفيها البلاء وفيها؟ ما يصير. أيما أولى أن ندخل في هذا المضمار، لعل الله أن يهدي نبينا واحدا من الناس، أو أن ندع المجال لأهل الشر؟ نعم الأول بلا شك، الأول أحسن.